أصوات عالية وطقطقة، ضجيج منتظم، وبمجرد إلقاء نظرة قريبة تدرك أن تلك الضجة صادرة من أياد تسعى لإخراج النحاس بأبهى حلة في سوق النحاسين، أقدم سوق تم بناؤه من الحجارة السوداء والطين. سوق النحاسين هون نبيع، نحن نشتغل مناسب للأفراح للعرب، وندق سوق للحليب أيام الربيع، وحلات كبيرة مشان اللبن والحليب والقشة. هون احنا مصلحة أبنا عن جد، متوارثين أبنا عن جد، يعني جد العبوية بالمصلحة، يعني أبنا عن جد بالمصلحة. يعني هون أنا هوني أبنا عن جد بهاي المصلحة، ولهنا متوارثين من آبائنا وأجدادنا، شايف شلون؟ وهلا احنا معلمين أولادنا وأولاد أولادنا مشان الأجيال تتوارثها، مشان هالمصلحة ما تنقرض، تظل متابعة على مدى الأيام. يعني أشكال هندسية متناظرة ببعض البعض نرسمها، وبعد منا مندقها بالزميل الصغير ومطرقة ونقش على النحاس. هذا من ندة بسيطة صار في زخرفة على النحاس وصار في نقش، إلا إذا في قطع قديمة كانوا ينقشوها سابقا يعني. فهلأ كمنسف بده نقش، كزورخ للعزائم ذبح الخواريف اخيو، فهلا عم يزيد مع النعومه، عم يصير نقش مشان تزيين، مشان كذا يكتب الاسم في رسم كذا، يعني هيك صفاء، يعني في اعتناء بالنقش اكثر من اول. وجميع من بقي من العاملين في سوق النحاسين هم من ابناء الاسر، ورثوها الابناء عن الاجداد، وهم من علموها لابنائهم ايضا للحفاظ عليها، كونها اصبحت تعتبر من المهن التراثيه. وتتميز صناعة النحاس أيضاً بالنقش على النحاس، حيث تعد من المهن القديمة جداً، إلا أنها ومع مرور الزمن انحسرت تدريجياً حتى بات من يزاولها في مدينة حماة قلة قليلة.